بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به. هل المقصود العلوم الشرعية فقط أم كافة العلوم؟ لا، الشرعية. العلم إذا أطلق العلم يراد به العلم الشرعي، أما العلم الصناعي هذا يقيد، قال علم الهندسة، علم الطب، علم كذا، ما يطلق كذا ويقال العلم، لا، العلم هذا الشرعي. نعم.